مواطن في عدن يبسط بالقوة على منزل الرئيس علي ناصر منذ 30 عاما. المزار أولداين معالج شعبي في أب يقتل مريضته بعد سعقها بالكهرباء. ومن أخبارنا المنوعة، امرأة أسترالية في التسعين من عمرها تحتفل بالتخرج من الجامعة. أهلا بكم. قبل أيام طالعنا خبرا في موقع عدن الغد حول البسط على منزل الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، إلا أن كثيرين حاولوا النفي واستبعدوا أن يتجرأ أحدهم ويبسط على منزل رئيس يحظى بتقدير كبير حتى اليوم. وعنون موقع عدن الغد: مكتب الرئيس علي ناصر محمد يوضح رسميا بخصوص واقعة البسط على منزله في التواهي، حيث أصدر مكتب الرئيس علي ناصر محمد توضيحا للرأي العام رد فيه على بعض المغالطات التي طالت إيضاحه بأن منزله تعرض للسطو مؤخرا في التواهي. وقال المكتب إن المنزل يقع في حي العروسة بمديرية التواهي بعدن، موضحا أنه تعرض مؤخرا لعملية بسط من قبل شخص يدعى محمد هيثم. وأشار المكتب إلى أن المنزل كانت تسكن فيه أسرة الرئيس علي ناصر محمد حتى اندلاع أحداث العام 86، أي إلى يوم وقوع الأحداث الدامية التي شهدتها عدن تلك الأيام. وأوضح أن المنزل تعرض للسطو عليه لاحقا من نفس الشخص، موضحا أن المنزل ظل بحوزة الشخص الذي بسط عليه حتى العام 94 حينما دخلت قوات الشرعية وسيطرت على عدن، حيث قام بالبسط على المنزل حينها وزير دفاع صالح. وأشار المكتب إلى أن الرئيس السابق وجه بإعادة المنزل إلى علي ناصر أسوى بمنازل المسؤولين الجنوبيين الآخرين. موقع المصدر أونلاين يتابع قضية موت امرأة في محافظة إب أثناء تداويها عند طبيب شعبي. وعنون الموقع: معالج بالقرآن يقتل امرأة في إب صعقا بالكهرباء. وقالت التفاصيل التي نشرها الموقع أن امرأة ثلاثينية لقيت حتفها بعد تعريضها للصعق بالكهرباء على يد أحد ممتهني العلاج بالقرآن في محافظة إب. وقال مصدر محلي أن المرأة توفيت بعد يوم من صعقها بالكهرباء أثناء جلسة معالجة عند أحد القراء في مدينة جريم شمال محافظة إب. كان زوج المرأة قد أحضر زوجته للعلاج عند أحد القراء مدعيا أنها تعاني من مس، وأخبره القارئ أنها لابد أن تتلقى علاجا عبر الكهرباء، وهو ما قام به عقب إشعار الزوج الذي كان برفقة طفلته. وعقب عملية الصعق بالكهرباء دخلت المرأة في غيبوبة ونقلها زوجها إلى أحد مستشفيات مدينة يريم، وهنالك أخبره الأطباء أنها فارقت الحياة. تتكرر مثل هذه الحوادث في اليمن بسبب تدني مستوى الوعي وتدهور الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تفاقم الفقر الذي يجعل البسطاء عاجزين عن الحصول على خدمات طبية، ما يجعلهم عرضة لنصب المشعوذين. الثأر، تحت هذا العنوان كتب سمير عطلة مقاله في الشرق الأوسط مضيفا: خرجت ألمانيا واليابان ركاما من الحرب العالمية الثانية، حطام بلا كرامة وشعوب رؤوسها في الأرض، يحتلها الأمريكيون عسكريا ويحكمونها سياسيا ويتخذون عنها القرارات السيادية. وكان على ألمانيا أن تشهد الآلاف من نسائها يتزوجن بسبب الحاجة الجنود الأمريكيين، وعشرات أو مئات الآلاف يخضعن لاغتصاب الجنود السوفييت. ما العمل؟ يجب أن تصبح هذه الدول المهزومة والمحطمة أهم من الدول المنتصرة. قررت ألمانيا واليابان أن تتركا أمريكا والاتحاد السوفيتي يغرقان في سباق التسلح، ولم تعد تصنع من السلاح سوى مسدسات الشرطة. خلال سنوات عادت ألمانيا الغربية واليابان من أغنى دول الأرض، ولم يعد عاراً أن تتزوج الأمريكية ألمانياً بل شرفاً. وبدل الأسلحة والغواصات انصرفت اليابان إلى صناعة السيارات والبرادات. سيطرت اليابان على صناعة السيارات حول العالم، بينما ظل الاتحاد السوفيتي عاجزاً عن إنتاج سيارة لا تتجمد تحت أول ثلجة. ووصل السوفييت إلى الفضاء
أما الألمان فصنعوا أفضل عربات تسير على الأرض، وكانت ألمانيا الغربية تتمتع بأعلى مستوى معيشة في العالم، بينما حققت ألمانيا الشرقية أعلى وأقتم مستوى مخابرات في العالم. بعد نصف قرن من الاستاسي، اكتشف الشرقيون أن إرشيفهم لا يساوي برمته نكلة واحدة، وانهار أقصى نظام مخابراتي في العالم مثلما انهار جدار برلين طوبة طوبة. وتكفلت ألمانيا الغربية 500 مليار مارك تكاليف الوحدة، وفوقها دفعت عشرات المليارات لمساعدة الروس في تجنب انهيار مريع. من دون سلاح واحد تفوقت اليابان وألمانيا على الذين هزموها بالقنابل النووية. تكدس روسيا الآن أخطر أنواع الأسلحة، وما تزال ألمانيا واليابان على أسلحة الشرطة، وتصنع كوريا الشمالية أكثر أنواع الأسلحة تقدماً، فيما لا يزال الزعيم المحبوب يشتري سياراته الرولز رويس سراً بالتهريب. أكبر انتصارات العالم اليوم هي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا. السلاح آخر الوسائل. قوة الصين في صناعاتها، وقوة ألمانيا وقوة كوريا الجنوبية وقوة اليابان كذلك. شعوب تتمتع بأرفع مستويات المعيشة وضمانات المستقبل، وإيران تهدد كل دولة ناجحة بالصواريخ. تعالت التحذيرات من توقف النشاط المصرفي في اليمن بفعل جملة من الممارسات والتدخلات غير القانونية من قبل سلطتي عدن وصنعاء بحسب العاملين في القطاع المصرفي، الأمر الذي أفقده قدرته على التوازن وخلق عدم الثقة بينه وبين عملائه. ويعنون موقع المشاهد نت: إجراءات تعسفية، هل تصبح اليمن بدون بنوك أو مصارف؟ ويقول أحد التجار بصنعاء أنه لم يعد يثق بالبنوك، مضيفا أنه لم يعد يودع ريالا واحدا في حساباته البنكية منذ سنوات بسبب غياب الأمن والاستقرار وخشية أن تتعرض البنوك للنهب أو الإفلاس. وقالت الباحثة الاقتصادية ندى عبد الملك للمشاهد نت إن تعطيل القوانين وتغييب الدولة يفسح المجال أمام الفساد والعبث بالمال العام ومقدرات البلد. وأضافت أن ما يعانيه القطاع المصرفي من ازدواجية في القرارات والممارسات والتدخلات المختلفة من قبل السلطات في صنعاء وأيضا في عدن يضع مختلف القطاعات الاقتصادية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الإفلاس أو التوقف عن النشاط، وهو ما يتجه إليه القطاع المصرفي الذي سيجد نفسه مجبرا على التوقف، وستصبح اليمن بدون بنوك أو مصارف. يقول موقع قناة بلقيس إن معاذ النهاري أخبر أسرته بحماس شديد أنه سيشتري هذا العام أضحية بعد أن وصلته حوالة مالية من قريبه المغترب. وفي بداية شهر ذي القعدة استيقظ باكرا واصطحب ابنه الأكبر معه إلى سوق المواشي بنقم حتى يساعده في الاختيار ويتجنب غش السماسرة، لكنه ما إن أخذ جولة في السوق وتعرف على أسعار الأضاحي حتى ألغى الفكرة وطلب من ابنه العودة إلى المنزل. يقول النهاري لبلقيس: لم أضحي منذ بداية الحرب، وكنت متفائلا هذا العام أني سأحدث تغيير، لهذا خصصت مبلغا للأضحية، إلا أنه ليس لنا نصيب وقدرنا أن يكون هذا العام كالأعوام السابقة. مشروع الأضحية لم يعد مطروحا في حسبان صديق الذبحاني أيضا، في الظروف التي يمر بها تجعل تفكيره ينحصر على الأساسيات ولقمة العيش، وإن استطاع توفير كسوة أولاده بملابس رخيصة فهذا يعني إنجازا بالنسبة لهم. يسخر الذبحاني الذي كان مديرا عاما في مؤسسة حكومية من الوضع الذي وصل إليه الناس، ويقول: في العام الماضي ضحى البعض بالكباش والأثوار، وضحيت بدجاجة اشتريتها قبل يوم من العيد لأن محلات بيع الدجاج تغلق يوم العيد. أسعار المواشي والأضاحي بشكل خاص ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة. سعر أصغر أضحية لا يقل عن 40 ألف ريال للأغنام والمعز، وقد تصل أسعارها إلى 120 ألف ريال، أما الأبقار فأسعارها قد تصل إلى مليون ريال. حروب النفط المستمرة
تحت هذا العنوان كتب قيس النوري مقاله المنشور في موقع الحدث مضيفاً في أجزاء من المقال. منذ العقد الثاني من القرن الماضي شهد العالم حروباً عديدة كان الجوهر الدافع لها هو النفط. حدث هذا وتكرر في أكثر من بقعة وجد النفط فيها باعتباره سلعة ذات طبيعة استراتيجية أكثر منه سلعة تجارية. بعد فك ارتباط الدولار بالذهب ازدادت أهمية النفط بالنسبة لقوة الدولار، حيث ارتبط النفط بالدولار فاكتسب قيمة حقيقية أكثر قوة من الذهب. من هنا فإن حروب أمريكا تمثل سعي لإحكام القبضة على مكامن النفط، كونه يدخل في صلب مفردات قوتها من جهة، وأحد أدوات المواجهة أمام القوى الدولية الصناعية الأخرى. أحدث هذه الحروب وأشدها ضراوة كانت الحرب على العراق ما بين عام 1991 و 2003، حيث لم تمضي إلا سنوات قليلة على تأميم نفط العراق حتى بدأت مراكز البحوث ودوائر صنع القرار الغربية الأمريكية منها بشكل خاص في وضع الخطط والتصورات لغزو العراق واحتلاله. وفي ديسمبر من عام 1979 حذر تقرير أعدته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بضرورة أن تولي الحكومة الأمريكية حرصها على ضمان تدفق الإمدادات النفطية للغرب في إطار أجواء مسيطر عليها، والعمل على تحييد التطورات المحتملة التي تهدد الهدف الاستراتيجي لمصالح الغرب. هذا التقرير وغيره دفع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن يرسل فريقاً لتقصي الأوضاع في دول الخليج العربي، خاصة الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية. وكانت محصلة البعثة تقييم بما ستؤول إليه الأوضاع بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، ومن ثم وضع المشاهد المحتملة التي يجب اتباعها، حيث أوصى التقرير بضرورة اتباع سياسة تأزيم العلاقات البينية في منطقة الإقليم، فيقول: علينا أن نزرع الخوف والرعب في صدور الخليجيين ضد أي قوة تهددهم، وأن نبالغ في تخويفهم للحصول على موافقة تبيح لنا التواجد الدائم في المنطقة دون حساسية. الحرب أعادت اليمن 20 عاماً إلى الوراء، عنوان اختارته صحيفة العرب الجديد على لسان مسؤول بارز في الأمم المتحدة، وقالت في التفاصيل إن حرب اليمن المستعرة منذ 5 سنوات أعادت البلاد 20 سنة إلى الوراء من حيث التطور والتنمية وفرص الحصول على التعليم. وكان أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال لوكالة أسوسييتد بريس إن اليمن فقد 20 عاماً من التنمية، آلاف المدارس أغلقت وملايين الأطفال لا يستطيعون حضور الفصول الدراسية، فاقدين جيلا من التعليم، ومحذرا من أن واحدا من بين كل 3 يمنيين مهددين بالموت جوعا. يواجه ملايين السكان خطر المجاعة وقتل الآلاف من المدنيين بينهم مئات الأطفال، وأصيب عشرات الآلاف بالجروح، وأنهارت قطاعات الصحة والتربية والاقتصاد وغيرها، خصوصا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري لوقف الحوثيين. وبحسب المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، فإن اليمن لم يعد على حافة الانهيار بل انهار تماما. لم يستصغ تلاميذ في ألمانيا احتجاز الشرطة لزميلهم بتهمة الشغب. التلاميذ حاولوا اقتحام مقر الشرطة وتحرير زميلهم المحتجز، فيما تمكنت الشرطة من استعادة السيطرة على الوضع اعتقال 3 طلاب آخرين. وقد تصدر الخبر عددا من المواقع وعنون الدي دبليو: 50 تلميذا يحاولون اقتحام قسم شرطة لتخليص زميلهم والشرطة ترد. وكان أمن المدرسة في بلدة بجنوب البلاد قد استدعى الشرطة بعد أن أصبح سلوك الصبي خارجا عن السيطرة خلال حفل الوداع، ولم تستطع الشرطة تهدئته، لذلك قررت احتجازه. قالت الشرطة أنه تم إلقاء زجاجات وكسرت نافذة، وتمكنت الشرطة من استعادة السيطرة على الوضع، وتم اعتقال 3 تلاميذ بعد اتهامهم بمحاولة إطلاق سراح شخص محتجز وإتلاف ممتلكات عامة. عن أحوال اللاجئين وأهوال العالم، تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله المنشور في الشرق الأوسط. الإقبال على الدولة القومية القوية يتزايد فيما تتزايد الأسباب التي تدعو إلى تجاوزها: التلوث البيئي، التصحر، مسائل الفقر والصحة والأمراض، الجريمة المنظمة، الإرهاب العابر للدول، الهجرات السكانية، الدفوق المالية.
فوق هذا، قدم القرن العشرون أكثر من مثل على انهيار الصياغ الوحدوية العابرة للدول الوطنية على اختلاف أيديولوجياتها. وحدة الدين أيضاً لم تسعف، أيدت أرمينيا المسيحية ضد أذربيجان الشيعية. الصراع الروسي الأوكراني أسفر عن انشقاق في كنيسة الروم الأرثوذكس. تزايد الطلب على الإنساني المتجاوز للدولة يصطدم بتوطد الدولة وتناقص العرض للإنساني. ضحايا هذا الواقع كثيرون، يتقدمهم اللاجئون، 70 مليونا مطرودون من بلدانهم، هائمون على وجوههم، إنهم الغجر المعممون. أسوأهم حظا يلتهمهم البحر، والذين يصلون إلى البر تواجههم قوميات برية جدا وهويات تكره سواها. مأساة هؤلاء على ما كتب بعض ألمع مثقفي عصرنا إنهم حالة استثناء وسكان مخيمات. الحقوق الإنسانية لا تسري عليهم، ولأنهم محرومون من حقوقهم القانونية والسياسية، قتلهم يصبح ممكناً من دون سفك دمهم بالضرورة. إنما يصدر عن هؤلاء ليس لغة بل أصواتاً مبعثرة تعلن أنهم يتألمون. اللاجئون الموضوعون خارج الاجتماع بعدما هربوا من اجتماع وطني منهار يستقبلهم الوجه الكالح للدول القومية الشعبوية. وعلى عكس ما يقوله بعض المبالغين، ليس في جينات الدولة بذاتها كل هذا التوحش، وليست الديمقراطية توتاليتارية كامنة أو فاشية مؤجلة، فضلاً عن أن محاكمة الدول من دون محاكمة المجتمعات التي هي قومية وشعبوية ناقصة ومبتورة. لكن في الحالات جميعاً تلوح دمقراطة الدول ونزع قوميتها الشعبوية المدخل الراهن لأنسنة العالم. يلوح هذا أكثر من أي وقت مضى، وأكثر من أي وقت مضى تتجه الأمور وجهة مغايرة. هيمنت حادثة محطة قطارات فرانكفورت التي راح ضحيتها طفل في 8 من عمره على تعليقات الصحف الألمانية، ففي حين انتقدت بعضها توظيف اليمين الشعبوي للحادث، حذرت أخرى من تبعات هذه الأعمال على علاقة الألمان والمهاجرين. صحف ألمانية كتبت: ينبغي التوقف عن تصنيف الجناح حسب الجنسية واللون. في هذا الصدد انتقدت صحيفة فرانكفورتر روناد شاو الألمانية موقف أليس فايدل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، وكتبت: ما الذي يدفع سيدة مثل أليس فايدل من حزب البديل من أجل ألمانيا إلى دس أنفها في أصل المشتبه به لتحظى بتهليل متابعيها؟ فهذا الحادث يأتي بعد حوالي أسبوع على محاولة قتل واضحة لشاب إرتيري يشتبه بقيام مواطن ألماني بها في مدينة فيشترسباخ بولاية هيسن. بالطبع هذا لا يعفي المشتبه به من حادثة فرانكفورت، لكن ما الذي غردت به أليس فايدل حينها عن الحادث في تويتر؟ لا شيء. شخص يرتكب عملا إجراميا وهو أمر فظيع، وهذه هي القصة برمتها. هنالك جناة وهنالك ضحايا، ولهذا يرجى التوقف عن تصنيفهم حسب الجنسية ولون البشرة. وبعد أن ركزت المعارضة على جنسية مرتكب الجريمة والكشف أنه أرتيري، فإن الكثير من المسافرين بالقطار ليس فقط في فرانكفورت سينتظرون وصول القطارات من منتصف رصيف الانتظار إلى أقصى حد ممكن، فيما سيراقب البعض منهم بقلق الأشخاص ذوي البشرة الداكنة المتواجدين بالقرب منهم، كما أن الكثير من المهاجرين سيرافقهم الشعور بالخوف من التعرض للاعتداء على أيدي كارهي الأجانب. أثبتت سيدة أسترالية أن العمر لا يمنع أحداً من متابعة أحلامه. تقول صحيفة الشرق الأوسط إن لورنا بريندر غاست ذات 90 عاماً تخرجت من جامعة مولبورن الأسبوع الماضي بدرجة الماجستير في الشيخوخة في حفل توزيع جوائز رافقتها فيه حفيدتها. ولعل الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن لورنا أكملت دورتها الدراسية بالكامل عن بعد عبر الإنترنت، متحدية بذلك الصورة النمطية حول الأجيال الأكبر سنا مع التكنولوجيا.
وتناولت دراسة لورنا تأثير الموسيقى على المسنين المصابين بأمراض الشيخوخة، وقررت لورنا إكمال دراستها الأكاديمية في أواخر الثمانينات من عمرها بعد وفاة زوجها جيم بعد عام تقريبا من عند مشاهدة برنامج علمي عرضته بعض القنوات الأسترالية. أظهر في إحدى حلقاته فوائد الموسيقى للأشخاص في مرحلة الشيخوخة والذين يعانون الخرف. خرافة التقدم تحت هذا العنوان كتب ديفيد ديداو مقاله المنشور في موقع حكمة مضيفا: لدينا ميل للاعتقاد بأن الأشياء ستغدو أحسن مما كانت، وأن البشرية في رحلة نحو ضرب من الكمال الذي يقهر الجنون. يشكل هذا الاعتقاد ويشوه أيضا طريقتنا في التفكير، حتى بنظرة سطحية تجاه تاريخ الأفكار نجد الأمر صحيحا، وأن التقدم يسير ببطء مستفز. ففي التعليم وحده ثمة فرضيات كثيرة غير مناسبة، ومع ذلك نجحت في البقاء. وفي التحولات الثقافية من جيل لآخر تنشر الأفكار نفسها من شخص لآخر ومن وعي لوعي، بغض النظر عن كونها أفكارا جيدة أو سيئة. تخدعنا معتقداتنا الضمنية بالتقدم وتدفعنا للقول بأن التقدم سار ونتائجه متطورة. في هذه الأثناء علينا أن نستحضر القانون الثاني للديناميكا الحرارية. كل شيء يتحرك حتما نحو الفوضى والقصور، وكل حس معاصر نحو التقدم ليس إلا وهما مخادعا، مجرد فكرة مبنية على مصلحة شخصية تنسخ من شخص لآخر. بالطبع يمكن أن نحقق قفزات كبرى ليس بشكل نادر، فالقفزات الكبرى المفاجئة عادة ما تكون وليدة التسارع الثابت في الفهم عبر مدة من الزمن، والقول بأن ذلك يحدث بسرعة لهو أمر مضلل. عليك أن تختار بين تطور دائم أو سريع، وبالنسبة لي فاختياري يذهب للديمومة للسرعة. وأيا ما كان الأمر، فإن التقدم الذي لا يدوم ليس تقدما بأي حال. إن التقدم لو فرضنا وجوده فله صفة الانقطاع والإحباط والمفاجأة. والأفضل أن ننظر للتعليم بصورة تكاملية وتحويلية وتأسيسية، أما التصور المجازي الذي يتصور التقدم في سيرورة من ألف إلى ياء فغير ناجع. فهذا الخط لا يذهب بعيدا، ومعظم الطلاب في هذا الخط التقدمي يطورون علاقتهم بأشياء ومواضيع يعرفونها سلفا. ليس التقدم سوى مجاز، إنه لا يعكس حقيقة موضوعية وواقعية، فهو يمنحنا خيالا مريحا لنخفي عبثية الحياة. لا نستطيع التخلي عن المجازات والرموز أثناء توصيفنا للتعلم، لأننا لا نعرف على وجه التحقيق كيف يبدو. ومع أن المجازات هي مقاربات غير دقيقة، إلا أنها ذات أهمية بالغة حيث تتغلغل في نسغ تفكيرنا. تم تصميم جدران عالية حول الأحياء في مدينة كويتا الجنوبية الغربية في باكستان لحمايتهم من المتشددين والمتطرفين، ومع ذلك فهي بمثابة تذكير دائم بالتهديد الذي تواجهه هذه الفئة المسمى بالهزارة من جماعات متطرفة تتربص بهم. صحيفة الجارديان تنشر صورا من هناك، نتابع.
ولرسامي الكاريكاتير وجهة نظرهم في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه الرسوم نصل إلى نهاية هذه الحلقة. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير. في أمان الله.